السلام عليكم، هنايا في السكان ديال صبرا. حنايا هاد النهار تهجموا علينا المخزن ديال زايو سيمي، و ملي وقفنا حنا تما واقفين حنا كندافعوا على حقنا، ناضوا سيمي بقى كيطلع في بنادم، كيخلط عند بنادم كيضربو، طلع ولا تاكل العمود وتطلع ويضربك. ضربوا خويا انايا صغير، ضربوه الكرش برا الكرش، ضربوا الكلوه ولا ما عارفين، ضربوا المهرسه برجلو. ايوا حنا جينا للسبيطار دابا مدخلينه لداخل ومنعسينو. علاش منعسين؟ الا جانا جبتو يشوفو الطبيب، ماشي جبتو ينعسو صافي. الا ينعس ينعس في الدار، علاش غادي نجيبو لهنايا وينعس ويريح؟ ريح في الدار، نعسو نعسو في الدار، ماشي جبتو هنايا باش يداويو باش يشوفولو وكذا يدوزولو، هما جايبينو منعسينو هنا لداخل. كنا درنا مظاهرات من قبل بعدا تما، ولكن هاد النهار هجمو علينا بزاف ديال المخزن، بزاف ديال المخزن وبزاف ديال السيم، وبقاو كيضربوه صافي. اللي كيجا في الطريق طلع ولا تاكل العمود ضرب، المهم اش غادي نقول؟ حنايا مضرين بزاف كاع بالعجاج الغبره، راه واش غادي نقول لك؟ كل الجر كلشي غادي يبس، كلشي غادي يضيع، تصبن الكسوه ديالك توسخ بحال ما صبنتهاش، هادشي اللي كاين. حنايا عندنا الجر، عندنا الكسيبه، عندنا كنسرحوا تما، وما غادي يجي تما غادي كوماسي في العجاج، ما يعقلش كاع على بنادم كاع، تعجج كل العجاج كل التراب نتايا كل، واش غادي؟ هادشي اللي كاين. وصافي حنا كنطلبوا من المسؤولين ديال هاد الجهه ديالنا يشوفوا يدخلوا تا هما ويشوفوا اش تا كاين عندنا. الطبيب قال لك راه ما كاينش الطبيب، استناو الطبيب يجي. كان طبيب واحد السبيطار قداش، شو تبارك الله قداش عامر غير بالزواق والصوم فيه، اسمو الطبا والو، علاش دارو؟ انا خويا الا بغيت نخليه في الدار، علاش نجيبوه هنا ينعس؟ الا بغا يجيبوه غير ينعسوه هما، انا ندي للدار ينعس بعد، علاش غادي نجيبوه لهنا؟ نجيبوه تبقى تفرج فيه يخليه يموت، والسيد نضرب في الكلوه وفي رجله ما كيهضرش كاع، ما كيهضرش، كيهضر ما كيتكلم وضرب. والسيكيريتي لداخل التعامل ديالهم ما كاينش كاع، ما كيعطيك كاع الوقت كاع، دخل زيد ليه روح ليه، غادي ندخلوه غادي يكون دابا من هادشي اللي كاين، ما بحال ما كيحسبوكش كاع بنادم كاع، دخل ريح ولا دبل مخك، راه جاي الطبيب، راه جاي الطبيب، هادشي اللي عندنا حنا غير راه جاي الطبيب، راه جاي الطبيب. جي بنادم الا ما جاش وتلاقى الطبيب واجد وشاف له وشاف واش عنده وكذا، الا دخلوا تنعسوا تما وتخليه، علاش غادي نجيبو؟ خليه ينعس بعدا في الدار بعدا، ولا خليه طايح تما، علاش خليه يموت تما؟ علاش نجيبو يموت هنا؟